هذا مشوق، لقد التقيت بجدك وكنت أكبر منك بقليل. أنا أكره أن أخيب أملك، لكني واثقة أني لن أجد الحب اليوم. هم تقصدين الجواكامولي؟ يا لينكن، كيف حالك؟ يا روني آن، خمني، أمي لديها اجتماع ففكرت في أن نجلس معا. مستحيل، إن هذا رائع. أجل، سوف أصل بعد ساعة، إلا لو أن السيارة تعطلت. حسناً، أراك لاحقاً. إنها علامة، تنبؤ إرنستو بدأ يتحقق للتو. تعنين لينكن؟ بالطبع. روني آن ولينكن جالسان على شجرة. نحن يا أبويلا مجرد صديقين. أجل أجل، لكنني وهكتور كنا مجرد صديقين أيضاً قبل أن نتزوج. أوبس. ألا يمكنك استخدام صحن؟ الرقاقة هي الصحن كما أنها مجرفة. يسرني جداً مجيئك. أنا أيضاً أحضرت لك شيئاً من رويال وودز، إنه مشروب العنب المفضل لك. كان علي اختيار شرائح الديك الرومي. هذا لطيف، صحيح يا روني آن. لما لا نذهب ونجلس في غرفتي؟ سيرجيو اتبعهما. أنا اشتقت لهذا، أنت وأنا ومقاطع القطط، ولست أنا الوحيد. أتذكرين روشيل من حصة السيدة جونسون؟ واو، معك البيضة السخيفة التي كان علينا رعايتها؟ إنها قد تسمعك، فهي تحقق الدرجات الكاملة. أظننا أبوين جيدين. مصيرك. أظن الجو جميلاً بالخارج، لما لا نتمشى؟ أخبرني، كيف الأحوال في رويال وودز؟ غريب أن تسألي، إنني أحتاج لنصيحتك. صديقي معجب جداً بفتاة، لكنهما مجرد صديقين منذ سنوات عديدة، فهل يخبرها بمشاعره؟ صديق طبعاً، هذا مصيرك. لا، أعني ربما يجب عليه أن يخفي تلك المشاعر بداخله كي لا يسود الإحراج. مستحيل أن يفعل ذلك، إنه معجب بها جداً. اسمعي، هل هناك مكان نجلس فيه معاً وحدنا؟ 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 أريد أن أشاركك شيئاً مهماً مهماً. هذا مصيرك. بوم، لقد انتصر إستريا. ماذا عن مطعم البيتزا الموجود في نهاية الشارع؟ إنه المكان الأمثل كي يتحدث شخصان ناضجان. آسفة يا أبويلا. البيتزا فكرة رائعة. أجل، رائع. البيتزا إذن. لقد نسيت شيئا في البيت. لحظة واحدة، سأعود فورا. يسرني أن يلتقي صديقاي المقربان أخيراً. سمعت عنك يا لينكن، تحب أن تكون روني آن صديقتك فقط لا شيء أكثر. حسناً، سأنصرف، فأنا ذاهبة لمطعم البيتزا. واو، يا للمصادفة العجيبة، نحن ذاهبان إلى هناك أيضاً. هيا بنا. إذاً ماذا تريدان على البيتزا؟ أنا سوف أختار الفطر. سأختار البيبروني. الطائر. الطائر؟ لم أتذوقه قط، لكن لا، فقدت طائرها. حسناً، يبدو أننا وحدنا ثانية. مرحباً، هذا هو جدي. أين ستذهب؟ ابقى هنا معنا. أهلاً روني آن، يجب علينا أن نعاود التمرين، سنغني قريباً بصالة البولينج. مهلاً، هل عزفت شيئاً لنا؟ واثقة أن لينكن يود سماع شيء. حسناً، سأغني واحدة. الحب اليافع، لا يوجد أروع من الحب اليافع. واو، هذا رائع، لكن لا أريد أن أرهقكم قبل فقرتكم. هاي، هل أنت بخير يا روني آن؟ تتصرفين بغرابة قليلاً. لست كذلك، لقد أردت فقط أن تعرف عائلتي وأصدقائي، مثل فيتو. ماذا؟ من؟ هل تكلمينني؟ أجل، مضى وقت طويل، ما أخبارك؟ لماذا تطرحين هذه الأسئلة؟ قولي ماذا تعرفين؟ لا بأس، دائماً يسألني نفس السؤال. إذن، أما وقد أصبحنا وحدنا؟ رجاءً، هل أخبرتني عن محتويات سلطة كل شيء؟ كل شيء؟ استمر. بها خيار وطماطم
وخاص. حتى تقرري سأبدل ملابسي توفو وكل الأشياء، لأن ما سأفعله يتطلب زياً رسمياً أكثر. جزر مسلوق وفلفل. أظن أنني فقدت شهيتي للتو. أوه واو، اسمع يا لينكن، يجب أن نتكلم. أوه إنها آلام العظام، لننصرف حالاً. يبدو أننا لن نكون وحدنا في هذه الزيارة، آسفة. لا بأس، أردت أن نكون وحدنا لأني كنت متوتراً، لكن ربما الأفضل أن تشهد عائلتك هذا. اسمعوني، هل أعرتموني انتباهكم؟ مرحباً، ما الأمر؟ هل سيحدث؟ روني آن، هل جلست هنا؟ في الواقع تذكرت. اجلسي، لا تكوني هكذا، اجلسي. أرجوك، لينكن، أرجوك لا تفعل هذا، سوف تفسد كل شيء. لما؟ لست سيئاً في السحر. السحر؟ راقبي سيداتي وسادتي، راقبوا في دهشة بينما يتحول هذا الخاتم إلى ثلاثة. انتظروا، سترون، انظروا. افعلها ثانيةً. طرفت عيني، ماذا حدث؟ كنتم جمهوراً رائعاً. شكراً لأنك تركتني أختبر هذه الخدعة قبل عرض مواهب المدرسة بدلاً من إحراجي. أجل، لا نريد ذلك. أوف. لينكن، شكراً على زيارتك. يسرني أننا ما زلنا صديقين. بالطبع، لم لا؟ آسف، انتظري لحظة. ليس الآن يا راستي، خطابك يحتمل الانتظار. إذن راستي هو الصديق المغرم. أجل، يجزم أنه التقى بتوأم روحه في رينو. مهلا، عن من ظننتني أتحدث؟ انظر، وصلت أمه. حسنا، في فقرتي الأخيرة أنا سوف أختفي. أبرا كدابرا. أمي، الباب مغلق.